هذا الأول وهو التوعية والتحقيق. قمنا بتطوع كل واحد بالامكانيه تاعو، خدمنا لي بافيت كيما هادوما، وخدمنا لي فيزور كيما هادوما، وخدمنا لي كومبينيزون باش قلنا نعاونوا بهم. خدمنا كميه معتبره لا باس بها باش نعاونوا بها الطاقم الطبي اللي شفناهم ساكن راهم يعانيو، وحنا قلنا نزيدوا ندعموهم وندير لهم تحفيز ونشجعوهم لهذا الوقفه ديالهم اللي هم واقفين على جال البلاد، ونزيدوا نخرجوا ان شاء الله نمدوا شويه للمواطنين، لان بزاف ناس ما لقاوهمش هذه الاقنعه. نقوم اليوم بتوزيع ما يقارب 30,000 كمامه، تبدا العمليه اليوم سنواصلها يوم السبت ان شاء الله عبر كامل احياء البلديات الاربع التابعه للمقاطعه الاداريه لسيدي محمد، وهي سيدي محمد، الجزائر الوسطى، المدنيه والمراديه، وهذا بمساهمه الجمعيات الخيريه، الجمعيه التي قامت بانتاج او تصنيع هذه الكمامات. كذلك هناك جمعية أخرى ببلدية المدنية، والعملية التوزيع سيقوم بها كل من عمال البلديات، الكشافة الإسلامية، الهلال الأحمر الجزائري، والجمعيات القائمة بتصنيع هذه الكمامات.